السلام عليكم لافامي ومرحبا بكم في فيديو جديد. ميزولي على الانرجي اليوم تكون شويه طايحه تكون نيجاتيف و فريمون ما راسقاش ليا اخوتي. المهم هاد يومين مرضات ليا اورغا بالبارفو واخا عايش من حدي واخا تقريبا شي جوج سيمانات ما خرجتش الزنقه ومع العلم انها عندها اكثر من 4 شهور. انا مكتاب الله اخوتي عاد نديرو البارح ديت الفيتيرينير دك لها شي براوات وخرج لي شي دوايات كنديرهم ليها كل ساعتين. دابا كنوكل غير لاصوب ولا الصوبه تايم ساعتين تنو تعرف يا ربي ما تخبلناش واش موت. احساس خايب والله هادي مسكينة من حنا لا جا درت لها كونفينمون فوق نزلت على عيالها. دابا غنلبس الكومبينيزون باش نطلع لحدا. المهم اخوتي كيف ما كتشوفو غنلبس الكومبينيزون باش ما نانفيكتيش ايفا ما نعاديهاش. هادشي علاش لبستها ماشي على ود شي حاجة اخرى بداري. دابا غنمسح شوية هنايا وغنعطيها الدوايات وغنعطيها تاكل. مودك يقصح خوتي ما نكذبش عليكم اولكا كتموت اخوتي. دينا على الفيتيرينير درنا لها الدواء دينا المشكله بكري ما ديناش حتى غادي ندير الحال ما عرفتش والله ما عرفتش. دابا المشكله اخوتي انها دايره لي فاكسان ديالها دايره كلشي يعني لي فاكسان اجور ما كتخرجش للزنقه غير فين تخرج للزنقه تقريبا شي كثر من جوج سيمانات ما خرجتش للزنقه. ممكن انك تشوف اخوتي يعني المرض اللي بغاك راه غادي يشعل عندك. كنظن بلي هادي اخر لحظات لي مع اولك.
المهم الدراري وقرا مسكينه مس بس صعيب وحق الرب والله انا قلت بحال هادشي كنغلب بعد من هادشي ولكن والله الدراري اللي عندهم شي كل لما يخرجوا حق الله لما يخرجوا شي شي ولي قاضي والله مسكينه دير كاع الاحتياطات دير لي فاكسان ما كنخرجهاش وانا بغيت نعرف كيفاش دخلت لهذا المرض والله ما عرفت انا الاداء المهم اخوتي هاد فنات تما سمحوا لي بزاف لا شفتو شي لقطه ماشي هذيك ولا شي منظر ماشي هو داك سمحوا لي بزاف اخوتي والله عرفتي ما نكذبش عليكم مخربط بزاف ولا قلت شي حاجه ماشي هذيك سمحوا لي المهم اخوتي الا كان هذا فعل ديال البشر والله ياخذ فيه الحق ولا كان هادشي من عند الله فخطره دينا بما كتبه الله لله ما عطى ولله ما اخذ وان لله وان اليه راجعون الله يعاونكم.